لأنك أنت وحياتنا كلنا، خلاصنا كلنا، رجاؤنا كلنا، شفاؤنا كلنا، وقيامتنا كلنا. صلم صدى في دليل يا اسمين بفكرون صاين تبيني او بفسرون سيم فريتي ام فيري اي 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 ام با سام يو اي فول بي في غورنا شو بي شاين انت بين او بي في سرو او 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 نوس ام فريتني اي هو انت في هللويا مارو تشاس خنيت إكليسيا انت بفلاوس او مارو اسمو ايرو فيت كزرا انت نبرز فيتي روس جياف كوين ومتيوت ام بريت ناني صوف اي نافن جيني صوتو نووف اي او نوف افور كن جيف شوي صو ان فوم منيسي جين صوك بيف او وبشايني كاتا ان تاكسي زمن شي سيدي جيف شوي صو اي نو من مقبنيوت صو ابن بطري شيز بابا فاتا ودرس بما اسناف نم بنيوتني بسكوبس افا ساو فيلوس نم بنيوتني بسكوبس افا بيغو شوي سفي اري ابتن اون خليلو يا Me te envolva, Senhor, consome tu agio, Evangelho. Marot, que o filho son catalo, canagentana nos mem. وانصتوا لنسمع الإنجيل المقدس فصل شريف بشارة الإنجيل لمعلمنا مارين وكالب بشير التلميذ الطاهر بركاته من مزامير تراتيل معلمنا بينا داود النبي والملك الطاهر بركاته علينا أمين أجعلوا ذريته إلى ظهر الدهور وعرشه مثل أيام السماء نسله إلى الأرض يدوم وعرشه مثل الشمس قدامها الليل فليرفعوا في كنيسة شعبه وليباركوا على منابر الشيوخ لأنه جعل أبوة مثل الخراف يبصر المستقيمون يفرحون أقسم الرب ولن يندم إنك أنت هو الكاهن للأبد على طقس ملكي صادق الرب عن يمينك يا بان البابا القديس الأنبا تودروس الثاني وشريكك في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم الأنبا بيقول الرب يحفظ لنا حياتكما الآتي باسم الرب ربنا إلهنا ربنا يسوع المسيح من الله الحي الذي له المجد من أبديا آمين وإذ كان يصلي وحده على انفراد كان التلاميذ معه فسألهم قائلا من يقول الناس إني أنا فأجابوا وقالوا يوحنا آخرون يقولون إلي وآخرون يقولون نبي من الأولين قام فقال لهم وأنتم من تقولون إني أنا فأجاب بطرس وقال
أنت هو المسيح الله. فأنتهرهم وأوصاهم أن لا يقولوا هذا لأحد قائلا إنه ينبغي إن ابن الإنسان يتألم كثيرا ويرزل من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم. وكان يقول للجميع إن أراد أحد أن يتبعني فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. فإن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها ومن يهلك نفسه من أجلي فهذا يخلصها. لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ لأن من استحى بي وبكلامي فبهذا يستحى ابن الإنسان متى جاء في مجدي ومجد أبي مع ملائكته القديسين. حقا أقول لكم إن قوما من القيام هاهنا لا يزكون الموتى حتى يروا ملكوت الله.